لماذا لم يتم استخدام أحدث المقاتلات من طراز F-35 في الفيلم الشهير لتوم كروز توب كان؟ لايك واشتراك وتعال لنكتشف. تم استخدام المقاتلة FA-18 هورنيت في لقطات من فيلم توب كان، وذلك لاحتوائها على مقعدين للطيار والمساعد، وتم استخدام المقعد الثاني من أجل تركيب معدات التصوير. ولم يتم اختيار المقاتلة F-35 لأنها تمتلك قمرة قيادة صغيرة وذات مقعد واحد. لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الشيقة اذهب إلى أول تعليق مثبت.